الرحيم. أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات أيها المتابعون، أيها المستمعون الأفاضل الكرام. أجدد الترحيب بحضراتكم تباعا لتواصل الترحيب مع زملائي السابقين المعلقين. تتواصل هنا بتواصل هذه التحديات من هنا من هذا المهرجان الكبير، من هنا من هذا الكرنفال المميز ختام الوثبة 2016، من هنا من عاصمة الميادين ميدان الوثبة. إذن على بركة الله تعلن الانطلاقة وتعلن الاندفاعة مع اندفاعة الشوط السادس للجذاع البكار المهجنات الأصايل في منافسات وتحديات هجن أصحاب السمو الشيوخ. انطلق بانطلاقة هذا الشوط، أتابع المقدمة وأتابع الصدارة. هنا في هذه اللحظات تنطلق، هنا قطنة على أول الأسماء بشعار هجن الرئاسة، يقدمها أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي على صدارة هذا الشوط. التحدي والمركز الثاني وصلت الحذرة بشعار هجن العاصفة، ويقدمها لنا حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي. وثالثا أتابع الصبا على ثالث التحديات بشعار هجن الرئاسة، ويقدمها لنا علي بن جميل الوهيبي. رابعا أتابع انطلاقة ووصول في هذه اللحظات شعاع على رابع التحديات بشعار هجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. خامسا أتابع انطلاقة خيال في هذه اللحظات على خامس التحديات بشعار هجن العاصفة، ويقدمها لنا حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي. سادسا أتابع هدف أيضا بشعار هجن العاصفة على سادس التحديات، بينما سابعا أتابع انطلاقة ووصول المايدية بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي. من يتابعها ثامنا أتابع وصول سحايب بشعار سعادة الشيخ مبارك بن خليفة بن سعود آل ثاني حمد بن علي بن محمد الغفراني المري. من يتابعها أتابع في هذه اللحظات الوصول والانطلاق في هذه الأثناء. تاسع المراكز وصلت سهرة بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم محمد بن جمعة بن عبيد بدبيله الفلاسي. وعاشرا ختاما لهذا النداء أتابع اختيار بشعار هجن الرئاسة وعلي بن جميل الوهيبي. هذه العشر المراكز الأولى، هذه العشر الشعارات المتواجدة على مقدمة الشوط. أعود من جديد إلى المقدمة لأتابع شعار في هذه اللحظات شعار هجن الرئاسة على مقدمة الشوط على صدارة الشوط. تنطلق في هذه اللحظات قطنة يا قطنة يا قطنة بشعار هجن الرئاسة، يقدمها أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي. يقدم لنا قطنة، يقدم لنا هذا الاسم الكبير، يقدم لنا هذا الاسم التاريخي. ينطلق الفيلسوف بقيادة قطنة على مقدمة الشوط بشعار هجن الرئاسة المؤسسة الكبيرة والعريقة. ثاني التحديات حذاري من الحذرة، وصلت الحذرة على ثاني التحديات بشعار هجن العاصفة. الواثق دائما هو من يتابع هذا الشعار حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي. وأتابع ثالثا وصلت سحايب، سحايب سحايب وصلت هنا بشعار سعادة الشيخ مبارك بن خليفة بن سعود آل ثاني. وصلوا أبناء دولة قطر
لينطلقون مع سحايف حمد بن علي بن محمد الغفراني المري. بدأ بالتحركات، بدأ بالتجاوز هنا مع سحايف، بينما رابعا وصلت هدف، والهدف هو الناموس، والناموس واحد في اجتماع هذه الشعارات الكبيرة والمؤسسات العريقة. هدف وصلت رابعا بشعار هجن العاصفة، يقدمها لنا الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. خامسا نتابع صبا، وصل ابو الجمايل، وصل الظافر ليقدم لنا صبا علي بن جميل الوهيبي، ولكن تسللت تم تسللت في هذه اللحظات لتنطلق على خامس التحديات. وصلت اختيار بشعار هجن الرياسة وعلي بن جميل الوهيبي، ولكن اعود من جديد الى مقدمة الشوط، الى صدارة الشوط. يا سلام يا سلام، انطلقت هناك، انطلقت في هذه اللحظات الحذرة، الحذرة وقطنا، وهدف وهدف وسحايب، وتم. يا هي اسماء، يا هي شعارات، الواثق يقدم لنا المستويات الكبيرة، الفيلسوف يراقب الأوضاع على ثاني التحديات، ولكن الله هدف تسللت إلى مقدمة الشوط، تبحث عن الناموس، تبحث عن السيارة. قطنا 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 يا الخيالي، قطنا قطنا. يا سلام، الفيلسوف يقدم لنا قطنة، تسللت إلى مقدمة الشوط. حمر 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 خطر، مر عبر. يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا الخيالي، يا سلام على قطنة 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 قطنة. سلام رياسي، سلام سلام حمر، سلام سلام يا الوثبة، سلام على داي قطنة، قطنة بشعار الخيالي أحمد بن مطر بن ماجد. الخيالي يقدم لنا الإبداعات ويتواصل بالتميزات، مقدما لنا قطنة. سلام الرياسة، سلام هذا الفوز وهذا الانتصار، تهانينا والناموس على هذا الأداء الكبير. المركز الثاني وصلت هنا وانطلقت هدف بشعار هجن العاصفة، هنا تم ثالثا أيضا بشعار هجن العاصفة، ورابعا كان الوصول من الحذر بشعار هجن العاصفة كذلك، وخامسا أيضا هنالك الوصول مع خيال بشعار هجن العاصفة، وكلهن عند الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. اكتبي تهانينا والناموس للرئاسة ولجماهير هذا الشعار، وكل محبيني وعشاقي فوز قطنة وانتزاعها لناموس هذا الشوط. قطنة إذا قدمت الأداء والمستوى الكبير واستحقت سيارة هذا الشوط عن كل جدارة. هنالك الفيلسوف أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي، من قدمها وتابعها بهذا الأداء والمستوى الكبير، ولحظات قطنة ووصولها لخط الفوز وخط النهاية والتوقيت 8:55، 4 أجزاء من الثانية. هنا إذا بشعار هجن الرياسة، نعم ثانيا الوصول هنا في هذه اللحظات والانطلاق من هدف بشعار هجن العاصفة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الواثق. نعم وثا هنا التوقيت الزمني واللحظات، التوقيت الزمني 8 دقائق، نتابع في هذه الأثناء التوقيت الزمني هناك مع هدف على ثاني التحديات. ثمان دقائق إذن 58 ثانية بالوفاء والتمام، بينما ثالث التحديات الوصول مع تم بشعار هجن العاصفة 9 دقائق، 2:07 من الثانية، وكان في عملية التضمير حمد بن راشد بن حمد بن غدير.